طيب من انبي الى حبيب الكل نادي الاسماعيلي. الاسماعيلي عمل احتجاج رسمي ضد حكم مباراة فاركو، وكان واضح لك اولا مثلا لو موجود معنا شباب نقوله لك، اولا عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة للنادي الاسماعيلي. بعده اللي بعده، هات لنا الصفحة اللي بعديها اللي بعديها. ايوه، اولا عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة للنادي الاسماعيلي خلال الشوط الاول نتيجة لمسة يد على لاعب فاركو، بالرغم من قرب الحكم من اللعبة وتحت نظري بشهادة ورؤية جميع الخبراء في الاستوديو التحليلي، الا ان حكم الساحة لم يحتسبها ولم يتم استدعائه من حكام الفيديو. ثانيا، حكم الساحة لم يقم بطرد اللاعب عبد الله بكر مدافع فاركو نتيجة عرقلة اللاعب ياو النور، على الرغم من قيام حكم الفيديو محمود ناجي وهو من حكام النخبة الإفريقية باستدعائه، مما لوحظ أن هناك تعنت من حكم المباراة لعدم طرد اللاعب في ظلم فج للنادي الإسماعيلي. يراه القاسي والداني مما أفقد النادي 3 نقاط غالية وبدء مسلسل نزيف النقاط مما يؤثر على مسيرته بالدوري العام. أنا معايا على التليفون واحد من رموز ونجوم النادي الاسماعيلي وعضو مجلس اداره نادي الاسماعيلي، الكابتن محسن عبد المسيح. يا كابتن محسن، اهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي، مساء الفل. مساء الخير، اهلا ابراهيم. اخبار حضرتك ايه؟ لجميع مشاهدي برنامجك جمهور الثالثه. ربنا يبارك في عمرك يا رب يا كابتن محسن. طيب خليني اسالك في البدايه، ايه سر هذا البيان جديد للهجة اللي أصدرتوه النهاردة؟ وده يمكن مجلس الإدارة الجديد ما عملش ده، لأول مرة أعتقد بيعمل ده. أنا أعتقد أن البيان بيان محترم جدا، بيحافظ على حقوق النادي الإسماعيلي، وبنقول أن الخطأ اللي حصل دوت لازم لجنة الحكام تجيب حق النادي بالنسبة للخطأ، سواء حكم الفار أو حكم الملعب. وبالنادي ان احنا الماتشات اللي جايه، احنا نادي كبير ليه تاريخه الكبير، ما ينفعش يبقى الحكم بتاعنا اقل من انه يبقى حكم دولي. لان النادي الاسماعيلي كلنا عارفين ظروفه الصعبه الاستثنائيه، ان احنا موقوف قيد، بنلعب بالناشئين باللعيبه اللي عندنا الموجوده، رحل عننا لعيبه اعمده اساسيه في الفرقه، ومع ذلك بنشتغل على دوت. كابتن إيهاب جلال عامل فرقة محترمة زي ما انت شايف على الصورة دلوقتي، شايف واضح جدا ازاي حكم الفار ما يستدعيش الحكم لحاجة زي دي. الحكم انا ممكن يكون حق الله، في الجنب حق الشايف. الله حق الله دي بكل لغات العالم، يعني لمسة يد حق الله. ما بقولك ممكن كابتن قمر مش شايفها لان الولد بالجنب كده مخبي الرؤيه عليه، ممكن. لكن انا بتكلم على حكم الفار بقى اللي موجود في الاوضه علشان الحاجات دي، اللي استدعاه في الضربه الكره المباشره وقال له تعالى انت، لا دي فيها شك ان انت لازم تطرد اللعيب، اذا يعني هو مصحصح. يعني المفروض ان دي على الاقل لازم يستدعيه، واضحه بينالتي واضح بيفقدك 3 بونت. بص الراجل رايح للجون لوحده خلاص، اخر واحد. بس للامانه يا كابتن بره المنطقه، للامانه انا لسه بقول لك اهو، الكره اللي انا بعرضها دي دلوقتي انا بره المنطقه. انا بتكلم على الطرد. طرد ماشي خلاص، انا كده اشتريت خلاص، انا كده بتكلم كارت احمر حتى هو في اخر ثانيه. مالناش دعوه، انا فاضل. لا حقك تاخده مش الماتش شغال. احنا مش عايزين اكتر من حق. انا لما بطالب النهارده بحكم دولي مش عشان يحكم لي كويس، يديني حقي ويدي للمنافس حقه فقط لا غير. الاسماعيلي مش محتاج اخطاء يدفع اخطاء حد تاني. ايوه كفايه اللي احنا فيه بمنتهى الامانه، كفايه ده احنا لسه بنشم نفسنا. بنقول لكابتن ايهاب عامل فرقه كويسه، احنا الجيم كله احنا اغلبيته احنا مسيطرين برضو عليه. برضو عشان ابقى معاك، انتوا مش بتتلككوا، اللي انا شايفه قدامي ده مش تلاكيك، اللي انا شايفه قدامي ده انا بكلمك بصراحه يا كابتن محسن، ما انت حضرتك عارف احيانا الادارات بتيجي تضغط شويه تعمل شويه، لكن اللي انا شايفه قدام عيني انه لا، انت ليك حق في البيان اللي انت عامله قصاد الاخطاء اللي بص موجوده. بص يا ابراهيم، شايف رايح انفراد، هل في حد هيلحقه؟ لا لما يعدي ازاي ما يبقاش كارت احمر؟ اللي انا زعلان عليه ان كابتن قمر راح ووقف اهو زي ما انت شايف قدام الفار لمده 2 دقيقة وفي الاخر يرجع بنفس القرار. ده تعنت، انا مش عارف هو ده تعنت.
طب انتوا بتطالبوا بايه؟ اولا انا كده اخدت من حضرتك رقم واحد انك بتطالب بحكام دوليين خلال الماتشات اللي جايه. طيب بخلاف انك طالب الحكام الدوليين، المباراه ديت هل في طلبات بعتوها لاتحاد الكره او لجنه المسابقات او لجنه الحكام ولا لا؟ انت عارف يا ابراهيم ان مفيش حاجه هتحصل بالنسبه لنتيجه المباراه، لكن انا بتكلم ان اللي اخطا يتحاسب. بص 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 دي بص بص الجون بياخد بص من عند عمر الساعي، بياخد من عند رقبته كده، وقع بيه ازاي؟ بص 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 ايده الشمال، بص ايده الشمال وهو نازل، بص بص خده لورا ازاي؟ ايه ده؟ خلاص هنقول دي تقديريه، انا هقول دي تقديريه، انا مش هتكلم ان دي يعني ضربه جزاء، بس هنا ما تستدعيش ان الفار يبعت له يجي يقول له تعالى بص عليها. صحيح، لو من الزاويه دي كمان دي ما تستدعيش، احنا ما بنتلككش لحد على فكره، تستدعي بس بنقول كفايه يا جماعه. النادي الاسماعيلي نادي كبير، ما ينفعش كده. في انديه تانية لو حصل معاها ده اقسم بالله للجنه التحكيم دي، رئيس لجنه التحكيم ده يرحل يرحل، مش هيكمل 3 ايام هيرحل. لو الاسماعيلي نادي كبير ويتعمل له حساب برضه، احنا بنتكلم في الاسماعيلي يعني، ويتعمل له حساب وصوته يوصل. كل اللي احنا بنطلبه حق النادي الاسماعيلي فقط لا غير. ما ينفعش النهارده ما تجيبش للنادي الاسماعيلي حكم دولي. النادي الاسماعيلي مش محتاج اخطاء او يدفع ثمن اخطاء مش بتاعته. كفايه. عندك حق. بامانه كفايه. عندك حق. احنا الحمد لله خلاص احنا قفلنا الصفحه ديت، وبعتنا بيان محترم ما يضايقش اي حد، بنطالب بحقوقنا نعمل حساب، لازم يتعمل حساب نادي الاسماعيلي الماتشات اللي جايه، بنطلب ده من لجنه الحكام، والمقصر يحاسب. صح، هو ده اللي احنا بنقوله، لا بنطالب ان الماتش يتعاد ولا بنطالب ان احنا ناخد 3 بونت، لا ده دي حاجات يعني طبعا صعبه جدا، لكن بنتكلم على حق الحق، كل واحد ياخد حقه مش اكتر من كده. كابتن محسن انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.